إن مصر التي استعادت إرادتها مع ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو قد اختارت سبيلها وأنارت دربها، وإن كانت لم تصل بعد إلى كل ما تريد فإنها عرفت كل ما تريد وتمضي في طريقها لتحقيقه. وإذا كانت الشعوب قادرة على الحلم فإن الشعوب الحرة فقط هي القادرة على الإنجاز.